Hello everyone, this is Talat Pasha, the director of the Arabic Language Institute from American Islamic College in Chicago. Thank you so much for everyone who is attending with us here on Zoom or on YouTube or Facebook. This is one of lectures that the Arabic Language Institute is initiating to spread awareness about Arabic language and its arts. Today we have a very special event about the Arabic music, and we have one of the specialists, a professor, Dr. Ashraf Abdel-Rahman, is a professor of art criticism and the music at the Academy of Arts in Egypt. معنا اليوم دكتور أشرف عبد الرحمن أستاذ النقد الأدبي والفني في أكاديمية وأستاذ الموسيقى في أكاديمية الفنون بالقاهرة من مصر. شرفنا اليوم في محاضرة عن أو تقدمة عن الموسيقى العربية, وإن شاء الله سيعرفنا على الموسيقى العربية وسيعزف لنا عزفا منفردا على العود, الآلة الموسيقية المشهورة. ويأتي هذا ضمن إطار بعض أو بضع محاضرات عن الثقافة العربية وكل ما يتعلق بالثقافة العربية من الأدب والموسيقى والشعر والخط في إطار نشاطات يقدمها معهد اللغة العربية في الكلية الأمريكية الإسلامية في شيكاغو. وحتى لا أطيل, the floor is with دكتور أشرف. الآن مع دكتور أشرف, يتفضل. مشكورا. شكرا دكتور طلعت. Thank you دكتور طلعت for this hosting and my greetings to all faculty members and all dear students. أنا بشكرك جدا لهذه الاستضافة الجميلة, وبيسعدني إن احنا نتحدث عن الموسيقى العربية, حيث أن الموسيقى العربية لها جوانب عديدة, وأنا هبدأ من الموسيقى في مصر. طبعا عندما نقول موسيقى عربية فنحن دائما مصر كانت هي لها الريادة على مستوى الوطن العربي في مجال الفنون, فالتطور الموسيقي في الموسيقى العربية حدث من مصر. هنبدأ بالموسيقى منذ عصر الفراعنة, وأنا مجهز ليكو يعني عشان نبص مع بعض على بعض الأشياء. الموسيقى عند الفراعنة يعني كانت عبارة عن ما تبقى من هذه الموسيقى, هي النقوش الفرعونية التي هي أمامكم الآن, ولم يكن هناك ما يعرف بالتعرف على الفورمات أو الشكل العام للموسيقى عند الفراعنة, لم يتم التوصل إليه إلى هذه اللحظة, ولكن كل ما تبقى هي مجرد رسومات فرعونية لشكل الآلات. وكان أشهر الآلات زي ما هو موجود على الشاشة الهارب, هذا الهارب الآلة الطويلة الوترية دي كانت أشهر الآلات الموسيقية في عهد الفراعنة, والكثير من الآلات الوترية وآلات النفخ الأخرى. ولكن عند الفراعنة لم يكن وقتها موجود نوتة موسيقية, لم نتعرف إذا كان هناك نوتة موسيقية أم لا, وهي التي تدون الألحان والمقطوعات الموسيقية من خلال نغمات مكتوبة, لم نتوصل إلى ذلك, ولم يكن هناك تسجيلات صوتية. علشان كده الفن الموسيقى هو فن يتطاير في الهواء, لا نستطيع أن نتعرف على سماته مثل النقد أو الفن التشكيلي عموما أو الرسومات أو النحت. لذلك استطعنا أن نتواصل أو نصل إلى سمات الفنون التشكيلية عند الفراعنة والنحت والرسم وغيرها إلا الموسيقى. ولكن هناك بعض يعني الجامعات هنا في مصر استطاعت ان هي تقوم بتصميم نفس هذه الآلات الموسيقية الفرعونية والعزف عليها. وطبعا العزف عليها كان العزف عبارة عن ما هي الا يعني توقعات او خيال ماذا كانت عليه الموسيقى الفرعونية, ولكن ليست حقيقة. يعني ما تم عزفه من موسيقى ومقطوعات موسيقية التي يقولون عليها موسيقى فرعونية هي في يعني من وحي الخيال للأساتذة أو الباحثين في الموسيقى الفرعونية في مصر وفي الوطن العربي.
أنا هسمعكم نموذج لهذه الموسيقى الفرعونية اللي هي يعني ما ليس حقيقة ولكنها تخيل ورسم لشكل الموسيقى الفرعونية كانت عاملة إزاي. ده نموذج من الموسيقى التي تم عزفها على آلات موسيقية، يعني تم عمل نفس الأبعاد الأطوال بتاعت هذه الآلات الموسيقية الموجودة عند الفراعنة، ولكن تم العزف عليها للتوصل إلى يعني نوع النغمة أو شكل النغمة كانت عاملة إزاي في الموسيقى القديمة الفرعونية. ولكن طبعا هذه المقطوعات من وحي الخيال. ناحية تانية، احنا عندنا طبعا في الفراعنة كانوا متقدمين في كثير من العلوم والمجالات المختلفة، منها طبعا فن النحت وفن العمارة والرسم والنقوش والتحنيط وكل هذه المجالات المختلفة. فالباحثون يؤكدون أن الفراعنة توصلوا إلى أقصى درجة من التطور من الناحية الموسيقية، لأن كانت الموسيقى وقتها كانت سر من أسرار المعبد، كانت زيها زي سر التحنيط تماماً. لا، نحن لم نصل إلى أسرار التحنيط إلى الآن. فكانت الموسيقى من بدأت دينية في الأساس، مثل طبعاً في المسيحية أيضاً الترانيم الدينية، وأيضاً كانت في عند الفراعنة كانت عندهم في المعابد الموسيقى الفرعونية الدينية التي كانت داخل المعبد كطقس من طقوس العبادة. إنما بعد كده انتقلت الموسيقى الفرعونية إلى الغناء العاطفي والدنيوي فيما بعد. ننتقل إلى نقطة أخرى في مصر. طبعا نجد عندنا في الفرقة الموسيقية أو في الوطن العربي عموما، الفرقة الموسيقية كانت بتتكون من عبارة عن ما يسمى بالتخت الشرقي. التخت الشرقي عبارة عن حوالي 5 أو 7 عازفين موسيقيين، يعني آلات بسيطة مثل العود والناي. عن دي الفرقة الموسيقية، ده نموذج للفرقة الموسيقية، عبارة عن حوالي 6 عازفين فقط، ومطرب بيبقى 7، وغالبا بيبقى المطرب بيعزف على آلة العود. وكانت الآلات الموسيقية عبارة عن إيه بقى؟ عن الناي، ده آلة أساسية. والناي عموما هو مصنوع من الغاب، والغاب أو البوص هو الموجود الذي يزرع على ضفاف نهر النيل، فهو نتاج من الطبيعة. والناي يعني بيشبه الفلوت إلى حد كبير من حيث الصوت، ولكن صوت الناي أكثر شجناً وأكثر حزناً من صوت الفلوت. صوت الفلوت حاد علشان آلة معدنية، ولكن ده آلة طبيعية من الطبيعة، علشان كده صوته بيتسم بالطبيعة والجو، يعني الجو الحزين نوعاً ما. بالنسبة للناي يستخدم في المقطوعات الموسيقية، يعطي الحزن والشجن، وإحنا نستمع إليه بعد شوية. تاني آلة القانون. القانون آلة قديمة جدا، وهو يعني ممكن يكون تطور أو شكل للهرب فيما بعد، يعني أو من فكرة أخذ من فكرة الهرب، هي الأوتار الكثيرة جدا والعزف على هذه الأوتار علشان يعطي نغمات مختلفة. دي الآلات الأساسية عندنا في الموسيقى العربية. ده الدف، وده مهم جدا، و هو آلة أساسية في كل الأغاني القديمة، وبيلعب دور كبير إن هو بيضبط الإيقاع، وفي نفس الوقت بيعطي
شيء من الحيوية للحن، وطبعا في عزف منفرد كتير في كثير من المقطعات لأم كلثوم وعبد الحليم في الأغاني، يتم عزف هذه الآلة في القرن العشرين، استخدمت بشكل أيضا أكثر تطورا من القرن التسعتاشر. ونأتي إلى آلة العود. آلة العود دي من أهم، دي يعني the most important musical instrument، يعني هذه الآلة، هذا آلة العود آلة قديمة جدا. التطورات اللي حدثت في آلة العود في نوعية الأوتار، هذه الأوتار بتصنع من البلاستيك، في جزء منها معدن مع الحرير. وآلة العود هي آلة يستخدمها كل الملحنين في الموسيقى العربية في تلحين كل أغانيهم، يعني كل الأغاني كانت تلحن على هذه الآلة. طبعا دلوقتي تم استبدال هذه الآلة بآلة الجيتار نظرا للانفتاح الثقافي والتأثر بالعالم، يعني العالم الآخر، وأصبحت الجيتار هو المسيطر على الكثير من الموسيقات، والملحنين بيلحنوا، أو كل المؤلفين الموسيقيين والملحنين بيلحنوا على آلات غربية الآن، ولكن هذه الآلة كانت هي الآلة الأساسية في التلحين. وهي بتتكون طبعا من شرائح، دي شرائح من نوع معين من الخشب، رقيقة جدا ووزنه خفيف جدا، يعني آلة العود وزنها خفيف جدا. وهذا الجزء بنسمي الأصعب، ده علشان بيعطي صوت رنان ل دلوقتي بدأوا يعملوا من آلة العود، هذه آلة عود إلكتريك كهربائية، ولكن هذه الآلة الكهربائية، آلة العود الكهربائية، بتعطي نغمات أشبه من بالجيتار أكثر منها بهذا العود اللي فيه شيء من الشجن وفيه شيء من الجمال في العزف. من أشهر العازفين في القرن العشرين بالنسبة للآلات الموسيقية عندنا في العالم العربي، نجد مثلا محمود عفت، هو بيعزف على آلة الناي، من العازفين اللي حققوا نجاح كبير جدا على مستوى الوطن العربي، وعزف مع عبد الحليم حافظ، وهو عبد الحليم من أشهر المطربين في العالم العربي في النصف الثاني من القرن العشرين. هنستمع إلى عزف الناي، تعرف على صوت الناي؟ دكتور أشرف، ممكن بس أتدخل في ثانية؟ عفوا، نعم. الصوت اللي حضرتك مشغلته دلوقتي أو على يوتيوب ولا من آلة أخرى زي التليفون أو كده؟ الصوت اللي شغال من التليفون، من التليفون، من التليفون. في مش طيب. واضح الصوت؟ يعني لا، ما يعني هو بالنسبة، يعني ما أعرفش، عايز حاسس إنه بطيء، يعني بعيد شوية، لكن ما مش عارف إذا كنا ممكن في طريقة. حبيت إن أنا أوضح بس الآلة. في طبعا آلة القانون، دي من الآلات برضو الشهيرة جدا، ومعروف عبد صالح اللي كان مع بيعزف مع أم كلثوم، ودي آلة أساسية في كل الألحان العربية منذ القرن التسعتاشر وطوال القرن العشرين. آلة الدف دي آلة إيقاعية معروفة في الموسيقى العربية، ولها دور كبير جدا في كل الألحان العربية الأغاني. هنجد واضحة آلة الدف هنا البارتيشن
آلة مهمة جدا بتعطي حيوية للجمل الموسيقية، واستخدمت في معظم الأغاني في القرن العشرين والقرن السبعة عشر. آلة الكمانجا، آلة الفيولينا طبعا معروفة، وهي آلة غربية دخلت مصر ودخلت في الموسيقى العربية في أواخر القرن التسعة عشر وأول القرن العشرين، ولعبت دور كبير جدا في تطور الجملة الموسيقية العربية. وفي الحقيقة هي تعزف عندنا، الكثير من العازفين بيعزفوها بالشكل الشرقي الذي يختلف عن العزف الستايل بتاع الموسيقى الغربية. لما نسمع جزء منها مثلا الكفناوي، شكل ستايل مختلف في العزف، طبعا مختلف عن الموسيقى الغربية في أسلوب العزف والتكنيكال العزف مختلف تماما، والإحساس حتى عندنا ما يعرف. أنا أتكلم دلوقتي عن المقامات الموسيقية. في القرن التسعتاشر ظهر نوعين من الغناء مهمين جدا بالنسبة لمصر والوطن العربي أيضا، وهي الموشحات الأندلسية اللي تمت ونزلت من الأندلس بعد سقوط غرناطة. انتقلت هذه الموشحات الأندلسية إلى كافة الوطن العربي وأفريقيا وآسيا، وهذه الموشحات أصبحت من أهم التراثيات بالنسبة للموسيقى العربية في كل الوطن العربي. هنسمعكم موشح من القرن 19. هذا الموشح اسمه أنت المدلل، على مقام اسمه أم الصبا، هو مقام حزين في شجن. أنت المدلل يا قمر، وفي وصالك وفي وصالك، أنت المدلل يا قمر، وفي وصالك وفي وصالك، أنا متيم يا قمر، أنا متيم يا قمر، عاشق جمالك عاشق جمالك، ابعت قولي ابعت قولي يا نيل، ابعت قولي يا موشح قديم بقاله أكثر من 150 سنة. وفي نوع تاني من الغناء اسمه الدور. الدور ده موجود في مصر بس، كل دولة عربية تناولت الموشح بشكل مختلف عن وفقا لثقافتها. هذا الموشح الأندلسي
انتقل إلى كافة الوطن العربي بأشكال مختلفة. يعني بيسمى مثلا في ليبيا والجزائر مثلا بالمالوف، وفي المغرب بالغناء الأندلسي، في مصر بالموشحات، وكل دولة من الدول أصبح عندها الثقافة الموسيقية الخاصة بها. يعني مثلا في مصر أنتجنا الدور. الدور مش موجود في أي دولة عربية. الدور هو قريب من الموشح نوعا ما، ولكن بيبقى أكثر طويل، أكثر طولا، وفي جزء في الدور بيسمى الهنك أو التكرار في الغناء في أجزاء معينة. ونجد في العراق مثلا فن المقام في العراق، نجد القدود الحلبية في سوريا ودول الشام. كل دولة عندها ثقافتها الموسيقية الخاصة بها. الدور مثلا هنسمع جزء من الدور، هو قريب من الموشح في الغناء والأداء، لأن الموشحات والأدوار في القرن 19 كانت بتعتمد على التطريب والنغمات الحليات الكتيرة اللي هي التطريب والحليات. أدي محبة زعلة وليت ترضى بعد عنك، اسمح بقى وتعم اقول إن ما كان بيكون ده جزء من دور قدم أحبك لمحمد عثمان. محمد عثمان هو من أشهر الملحنين اللي لحنوا هذا اللون الغنائي في القرن 19. ومحمد عثمان وعبد الحمولي، محمد عثمان ولد 1854 وتوفى 1900 اللي هي صورته قدامنا، وعبد الحمولي كان نفسه يعتبر الجيل، ولكن عبد الحمولي كانوا الاثنين مع بعض يتقاسموا الشهرة مع بعض. عبد الحمولي كان هو مطرب القصر الخديوي إسماعيل، وكان يصطحبه معه في كل جلساته خارج مصر. وفي الحقيقة محمد عثمان عمل حوالي، يقال كما كتب في الأبحاث العلمية، 1000 دور، ولكن لم يكن هناك تسجيلات صوتية وقتها، لأن التسجيلات الصوتية دخلت مصر عام 1904، ومحمد عثمان توفى عام 1900 وعبد الحمولي توفى عام 1901. فما تبقى من تسجيلات من أعمال محمد عثمان وعبد الحمولي جاء على صوت مطربين آخرين زي صالح عبد الحي، جاءوا بعد هؤلاء وسجلوا ما حفظوه سابقا من محمد عثمان وعبد الحمولي، فتسجل بعض الأعمال والباقي انضثر تماما نظرا لعدم وجود نوتة موسيقية وعدم وجود تسجيلات صوتية. القرن العشرين كانت طفرة جديدة في خاصة في طبعا في النصف الأول من القرن العشرين، وكان في أواخر القرن 19 كانت بدأت النهضة وضع أساسها محمد عثمان وعبد الحمولي، ولكن لم يكن هناك موسيقى عربية بالشكل المعروف أن يكون لها سمات خاصة بها، ولكن كانت الموسيقى وقتها متأثرة كثيرا بالموسيقى التركية مثل الموشحات زي ما ذكرنا وزي ما هو مكتوب. ولكن عندما جاء سيد درويش وعندما افتتح الخديوي إسماعيل دار الأوبرا المصرية، ودار الأوبرا المصرية افتتحت عام 1869، هذه دار الأوبرا المصرية عملت دور كبير جدا في نهضة الموسيقى العربية. فمثلا سيد درويش الذي ولد عام 1892، سيد درويش كان يحضر الأوبرات العالمية من خلال دار الأوبرا الخديوية في القاهرة. دار الأوبرا الخديوية في القاهرة كانت من أوائل دور الأوبرا اللي تم بناءها على مستوى العالم، وكان كل الفرق الموسيقية من أوروبا تأتي لعرض مسرحها وعرض الأوبرات وعرض كل المقطوعات الموسيقية الغربية في دار الأوبرا المصرية.
ومن هنا بدأ يتعرف الفنانين المصريين على جمال الموسيقى الغربية والإبهار في الآلات الأوركسترالية الكبيرة، بعيدا عن التخت الشرق المحدود اللي هو الخمس آلات موسيقية. فبدأ سيد درويش يتأثر بمثل هذه الموسيقى الغربية من خلال دار الأوبرا. يعني لو ما كانتش دار الأوبرا ما كانتش حصل تطور في الآلات الموسيقية في تلك الفترة في استخدام آلات الأوركسترا في الموسيقى العربية. فاستخدم البيانو سيد درويش واستخدم بعض الآلات الغربية في الموسيقى العربية، إلى أن جاء بعد كده الفنان محمد عبد الوهاب وكبر الفرقة الموسيقية. وإحنا نتكلم جاي طبعا دور واحد واحد فيهم دلوقتي. ظهر خمسة من الأساسيين في تاريخ الموسيقى العربية في القرن العشرين، بتتفاوت يعني سنوات قليلة بين ميلادهم. يعني سيد درويش كان أولهم، هو المجدد الأول في الموسيقى العربية، وهو اللي كان أدخل ما يسمى بالمدرسة التعبيرية في الغناء. المدرسة التعبيرية أن يعبر عن معنى الكلمة من خلال اللحن. وكانت المدرسة القديمة زي ما قلنا مدرسة تطريبية تعتمد على الحليات الصوتية أكثر، ولكن جاء سيد درويش وعمل المدرسة التعبيرية. وإحنا نسمع لحن ليه دلوقتي. جاء بعد ذلك الأصاب. نسمع لحن مثلا لسيد درويش من الألحان الخفيفة، قصة الألحان بحيث أن الناس بدأت تغني، جميع عامة الشعب بدأ يغني ألحان سيد درويش، لأن كان غناء الموشحات والأدوار كانت صعبة، محتاجة صوت إمكانيات صوتية عالية أو إمكانيات صوتية يجيد الطرب والغناء. أهو ده اللي صار وادي اللي كان ملكش حق، ملكش حق تلوم عليا. أهو ده اللي صار وادي اللي كان ملكش حق، ملكش حق تلوم عليا. تلوم عليا ازاي يا سيدنا وخير بلاد مش في ايدنا، واللي عن اشياء تفيدنا وبعدها بلوم عليا. اهو ده اللي صار وادي اللي ملكش حق، ملكش حق. يا مصر يا بلد العدايب، شعب قاسي وقسم عايب. مصر يا شعب العجايب، شعب قاسي وقسم عايب. قلبي بالك من الحبايب، مولى أنصار الأرض. أهدى اللي صاروا سيد درويش لعب دور كبير جدا في ثورة 1919 في مصر، هذه الثورة الشهيرة بالكثير من الأغاني الوطنية. وكان وقتها لم نكن أو لم تكن الموسيقى العربية تعرف ما هو الغناء الوطني. كان موجود غناء وطني بسيط ولكن ليس بهذه الصورة التي قام بها سيد درويش. هو طبعا صاحب السلام الوطني في مصر، بلادي بلادي لك حب وغوالي. الأصابجي تعامل مع أم كلثوم، هو نفس مواليد نفس العام، ولكن الأصابجي كان يختلف عن سيد درويش نوعا ما. سيد درويش يعني هنتكلم عنه برضو، وزكريا أحمد طبعا الخمسة الأول الكبار اللي هم أصروا الموسيقى العربية، ومحمد عبد الوهاب ورياض السنباطي. هؤلاء الخمسة هم اللي وضعوا أساس للموسيقى العربية، وكل واحد فيهم أضاف، كل شخص فيهم أضاف إلى الموسيقى العربية شكل جديد. نأتي لسيد درويش. سيد درويش عمل ما يسمى بأغاني الطوائف.
وهو يعتبر العبقري الذي يعني تخلص من التأثير التركي في الموسيقى العربية، واستطاع أن عندما يستمع إلى الموشحات والأدوار القديمة من محمد عثمان وعبد الحمولي ثم يستمع إلى الأوبرات العالمية، من هنا خرج بشكل جديد للموسيقى العربية. فعمل ما يسمى بأغاني الطوائف، غنى للفلاحين، غنى للصنايعية، غنى للموظفين، غنى لكل طوائف الشعب، وهو كان الوحيد اللي عمل هذه نوعية من الأغاني، لذلك سمي ولقب بموسيقار الشعب، وحصل على الكثير من الألقاب، يعني الموسيقار الخالد سيد درويش، فنان الشعب سيد درويش. سيد درويش أبدع في كل الألوان الغنائية وطورها بشكل جديد، رغم أنه توفى وعمره 31 سنة فقط، وكان عمره الفني 7 سنوات، أنتج مئات الأعمال الغنائية من موشحات وأدوار، وأيضا تقاطيق. التقطوقة كانت قالب أو لون جديد في الغناء العربي وقتها، لون خفيف اللي أنا غنيتها دي اسمها تقطوقة، وتطورت التقطوقة وأصبحت أهم لون غنائي في القرن العشرين، واندثر الغناء القديم الموشح والدور. سيد درويش عمل 10 أدوار فقط، وعمل حوالي 40 موشح، وكل من جاء بعد سيد درويش بدأ يتلاشى الموشح والدور تماما، وحلت مكان الموشح ألوان غنائية أخرى جديدة. الأصابجي تعامل مع أم كلثوم في 76 أغنية، وأم كلثوم هي أعظم مطربة غنت القصيدة والغناء عموما، الغناء العربي عموما كانت أم كلثوم. والأصابجي تعاون مع أم كلثوم في 76 أغنية، هو أول واحد قدم أم كلثوم، هو اللي عمل لها الفرقة الموسيقية، ما كانش في عندها فرقة موسيقية خاصة بها، عمل لها فرقة موسيقية وقادها. طبعا كانت الفرقة بسيطة زي ما قلنا، سنة 1927 و28 كان التخت الشرقي البسيط، فعمل لها فرقة موسيقية من قانون وناي وعود، هو اللي كان بيعزف عود، أنا ومن أشهر عازف العود أيضا على مستوى الموسيقيين على مستوى العالم العربي كان الأصابجي. الأصابجي ما أضافه للموسيقى العربية، أضاف لون اسمه المونولوج الغنائي، لحن سنة 27 و28 مونولوج اسمه إن كنت سامح وانسى الأسية. هذا المونولوج بيع وقتها 1,000,000 إسطوانة، وكان طبعا عدد السكان لم يتعدى يعني 20 مليون أو 15 مليون نسمة في مصر، فبيع وقتها 1,000,000 إسطوانة، كان وقتها طبعا عدد كبير جدا أن يباع من الإسطوانة 1,000,000 نسخة. ويعتبر الأصابجي هو رائد المونولوج في القرن العشرين، هذا اللون الغنائي اللي هو يعتبر أغنية متأثر بالأريا اللي في الغناء الغربي. الشيخ زكريا أحمد هو ينتمي إلى طبعا المدرسة القديمة، يعني متأثر بالمدرسة القديمة، لم يضيف زي الأصابجي إيقاعات غربية أو زي سيد درويش يضيف آلات موسيقية أوركسترالية، ولكن الشيخ زكريا طور الموسيقى العربية بأنه استلهم أغاني قديمة ووضعها بشكل جديد، فعمل لأم كلثوم حوالي 66 أغنية. الشيخ زكريا أحمد دوره كان مهم، أنه هو تعمق في الموسيقى القديمة وقدمها بلون جديد، وقدم أيضا حاجة التقطيق الخفيفة لأم كلثوم، قدم لها نوعية معينة من التقطيق اشتهرت بها أم كلثوم، فكان دوره أنه تعمق في الموسيقى المحلية والمقامات الشرقية بتاعتنا وقدمها بشكل أكثر حداثة، ولكن لم يتأثر بالموسيقى الغربية. عبد الوهاب هو أهم شخصية بعد سيد درويش في تطوير الموسيقى العربية. عبد الوهاب كان منفتح على العالم الخارجي، وكان يسافر كثيرا مع أمير الشعراء أحمد شوقي الذي تبناه 7 سنوات، وعبد الوهاب كان يستمع وكان متأثر بالموسيقى الغربية ومعجب بالموسيقى الغربية، لذلك عندما بدأ في أن هو يقدم ألحان بعد فترة الثلاثينيات، لأنه هو مشهور منذ عام 1926 تقريبا،
وكان بيغني من قبلها من 23، ولكن الشهرة الكبيرة يعني بعد 25-26. عبد الوهاب بدأ يكبر الفرقة الموسيقية ويستعين بآلات غربية أوركسترالية، فدخل التشيلو ودخل آلات إيقاعية في كل أغانيه، وبدأ يطور من الموسيقى العربية. وممكن نغني أغنية لعبد الوهاب عشان نتعرف على نماذج برضو من أغانيه، وعمل مئات الأغاني لنفسه، وهو مطرب من أهم المطربين أيضا، وليس مجرد يعني ملحن أو كومبوزر فقط يعني. يعني دي من الاغاني الخفيفه لعبد الوهاب، وعمل حاجات طبعا صعبه وحاجات منذ العشرينيات لحد طبعا ما توفى سنه 1991، وفضل يغني لحد يعني اخر يعني سنوات حياته. اخر اغنيه اسمها من غير ليه كانت معروفه جدا على مستوى الوطن العربي. فعبد الوهاب يعتبر من اهم المجددين ومن اهم المطورين في تاريخ الموسيقى العربيه على مدار تاريخها الى الان. كان عبد الوهاب. يأتي الخامس، وهو مهم جدا أيضا، وهو من هذا الجيل الأول اللي وضع وأرسى قواعد الموسيقى العربية وشكل الموسيقى العربية، كان رياض السنباطي. رياض السنباطي هو ملحن أدخل الكلاسيكية في الموسيقى العربية،
فاستخدم طبعا هو لم يعني يطور الموسيقى العربية من خلال استحداث أو الاستلهام أو أخذ إيقاعات غربية مثل عبد الوهاب، ولكن أدخل أيضا آلات موسيقية غربية في أعماله، ولكن كان عبد الوهاب هو الأساس في إدخال مثل هذه الآلات. رياض السنباطي بتتسم موسيقى بأن هي بيحافظ على المقامات الشرقية العربية الأصيلة، فهو طور الموسيقى العربية بالتعمق في تقديم هذه المقامات بالآلات الأوركسترالية الكتيرة، وفي نفس الوقت كان له استخدام في الكمانجات بشكل مختلف مع أم كلثوم. أم كلثوم طبعا زي ما قلنا هي أعظم مطربة في الوطن العربي في تاريخ الأغنية العربية عموما. كان السنباطي أكثر ملحن لحن لأم كلثوم، عمل لها 103 لحن لوحده فقط. السنباطي مع أم كلثوم عمل 103 لحن، كان أكثر ملحن تعامل مع أم كلثوم، وعمل لها ما يعرف بالقصيدة الغنائية الوطنية والدينية. فالسنباطي طور القصيدة ووصل بها إلى درجة يعني أقصى درجة من التطور. وطبعا عبد الوهاب طور القصيده بشكل مختلف، فعبد الوهاب عمل القصيده القصيره علشان الافلام السينمائيه، عبد الوهاب مثل على 6-7 افلام، ولكن السنباطي كان له دور كبير جدا في تقديم الموسيقى العربيه بشكل كلاسيكي جدا. ناتي لبعض الاعمال ايضا اللي مثلا عملها رياض السنباطي لام كلثوم. نجد مثلا أم كلثوم، أم كلثوم طبعا زي ما قلنا هي أعظم مطربة غنت في تاريخ الغناء العربي. لو نستمع حاجة لأم كلثوم، هي دينية، دين يعتبر أغنية دينية، الحان لرياض السنباطي. لما تجلّي بالدمع.
الشهيرة أم طبعا من المطربين اللي أثروا في الموسيقى العربية أيضا في أسلوب الأداء كان عبد الحليم حافظ وله مئات الأغاني. عبد الحليم حافظ كان بعد سنة 52 كان له دور كبير جدا في ثورة 1952، وهو ولد مع ميلاد الثورة، ولد فنيا مع ميلاد الثورة، وقدم العديد من الأغاني الوطنية التي أرخت لكل الأحداث السياسية اللي مرت بها مصر يعني منذ ثورة 52 حتى في افتتاح الملاحة سنة 1975 إلى أن توفى في 1977. برع في كل ألوان الغناء، منها الغناء العاطفي، وكان ملك الغناء العاطفي زي ما بيقولوا، والإحساس، وكان مختلف عن كل المطربين الذين جاءوا من قبله، كانوا بيعتمدوا على قوة الصوت وعلى النبرات الحادة والتطريب. عبد الحليم كان صوته فيه الشجن والإحساس والحزن أيضا في الكثير من أغانيه، نظرا لظروفه المعيشية أن هو عاش يتيما وعاش مريضا طول حياته، فكل ده تأثر وأثر في صوته تأثير كبير جدا، وتعامل مع كل معظم الملحنين اللي موجودين في عصره، ولكن خرج معه جيل من الملحنين الجداد اللي ظهروا في النصف الثاني، بداية النصف الثاني من القرن العشرين، زي طبعا كمال الطويل، محمد الموجي، بليغ حمدي، وأيضا منير مراد. هؤلاء الأربعة عملوا تاريخ لعبد الحليم كبير جدا بالنسبة للغناء، مثلما فعل الصنباطي والأصبجي مع أم كلثوم. عبد الحليم أرخ لكل الأحداث السياسية وغنى في كل حدث لمصر، حتى في فترة الألم والحزن والهزيمة غنى أعظم أغاني عدى النهار اللي كانت بتخفف عن آلام العالم العربي. عدى النهار المغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوف في السكة شادت من ليالينا القمر. عدى النهار مغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شادت من ليالينا القمر. وبلدنا عترة بتغسل شعرها، كان نهار مقدرش يدفع مهرها. وبلدنا عترة بتغسل شعرها، كان نهار مقدرش يدفع مهرها. يا هل ترى الليل الحزين هام النجوم الدبلانين، يا هل ترى الليل الحزين هام النجوم الدبلانين، هام الغناوي مجروحين، هام الغناوي المجروحين، يقدر ينسيها صبار ابو شمس بترش الحنين. ابدا ابدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار، ابدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار. ويلم قدام
من الأغاني الوطنية اللي فيها حزن غناها سنة 1977، وغنى أيضا الأغاني للنصر أكتوبر في 73، وعمل أغاني دينية، عمل 12 دعاء ديني من أهم الأدعية الدينية اللي اتعملت في الغناء الديني أيضا، كانت أدعية عبد الحليم، وكانت بتتسم بالشجن. ممكن يسمعكم جزء يعني دعاء صغير. يا رب سبحانك لا إله نفضت عيني المنام أمك والناس نفضت عيني المنام أمك والناس وافترضت الكلام أحلى وأغلى كلام أحلى وأغلى كلام اهديني يا ربي بالقرآن لما خلينا أحبك وحبب كل خلقك دين يا رب بالقرآن لما خلينا أحبك وحبب كل خلقك طور طريقي بنور وب إيماني بيك يا دي من الأغاني الدينية ال 11 عملهم 11 دول عملهم وقدم لون جديد في الأداء. تأثر من جاء بعده طبعا هاني شاكر محمد ثروت وكل من جاء من المطربين بعد كده، فكان مدرسة جديدة بالنسبة للغناء في الموسيقى العربية في الغناء العربي عموما. نأتي إلى الفرق ما بين الموسيقى العربية والموسيقى الغربية. هناك يعني دائما الكثير لا يعرف ما الفرق ما بينهم وإيه السبب إن احنا عندنا مقامات كثيرة، وهناك في الموسيقى الغربية هم سلمين مجير ومنير وخلاص يعني، ونحن عندنا سلالم كثيرة جدا. نسمع كلمة صبا مقام، رسدي مقام، حجاز مقام. الموسيقى العربية احنا بنقسم في الموسيقى العربية عموما النغمات ما بين كل تون نغمة وأخرى هي عبارة عن عملية رياضية، لأن الموسيقى مرتبطة بالرياضة. عندنا النغمات دو ري مي فا صول لا سي وبعدين دو. التقسيم بتاع السلالم بيختلف الموسيقى العربية عن الموسيقى الغربية. عندنا في الموسيقى العربية لو قلنا مثلا من الدو للري مثلا هذه نغمة، دي نغمة كاملة مسافة محددة. احنا بنقسم في الموسيقى العربية لو قسمناها ده تون كامل، لو تقسم الى نصفين زي ما مكتوب كده دو في النصف. في الموسيقى الغربية بيتقسم النغمات إلى أنصاف أتوان. نحن في الموسيقى العربية بتقسم نعم إلى أنصاف أتوان أيضا، ولكن بيضاف يعني كده نصين، بيضاف ربع التون، بنقسم النص إلى ربع، فيبقى الدرجات عندنا أربع أجزاء ما بين النغمة
والأخرى، أربع أجزاء. في الموسيقى الغربية هم جزئين فقط. الجزء اللي هو الأربع أجزاء زي ما قلنا كده بقى فيه عندنا ربع تون. هذا الربع تون عمل كل المقامات الشرقية، بقى عندنا أكتر طبعاً المقامات الأساسية حوالي 11 مقام، والمقامات الفرعية التي تندرج من هذه المقامات تصل إلى أكثر من 100 مقام، ولكن الأساسيين هما حوالي 11 مقام. في الموسيقى الغربية هناك سلمين، سلم كبير وسلم صغير فقط. السبب إن عندنا الثلاث أرباع تون أو هذا الربع تون اللي بنسميه في العربية السيكا، هو سر كثرة المقامات. وأنا دلوقتي هعزف لكم مثلا مقام، مثلا نكمل هذا الربع تون ده الربع تون لو قسمناه كده زي ما قلنا هو خلاص بيدي هنا السيكا اللي احنا بنسميها في اللغة في العرب في الأداة السيكا اللي هي اللي طلعت دلوقتي دي اللي هي بتتحرك دلوقتي دي، هي دي اسمها السيكا اللي هي العلامة دي، وفي خط كده يبقى دي السيكا اللي هي الثلاث أرباع. في الموسيقى الغربية ما فيهاش الثلاث أرباع تون، علشان كده البيانو والجيتار ما فيش الربع تون. احنا عندنا احنا في المقامات الشرقية عندنا الربع تون هنا على العود وعلى القانون وعلى الناي، انما البيانو والجيتار ما نقدرش نعزف عليه المقامات الشرقية اللي فيها الربع تون ده، هو اللي فرق الموسيقى الغربية عن الموسيقى الشرقية. ده بشكل مبسط يعني. لما نقول مثلا المقامات الشرقية عندنا مقامات مش موجودة في المقامات في السلالم الغربية، يعني عندنا مثلا مقام البيات هو مشاني زماني اللي طال الطول للحب، بعد سنين اللي رجع تاني تعيشني مجروح القلب، اللي مشيت ورجع تمشي واللي أسيت ورجع تأسير. على هذا المقام وهو مقام البيات. مقام الرصد من المقامات الأساسية في الموسيقى العربية. هذا المقام مقام مقرئين القرآن أحياناً وأحياناً كثيرة يقرؤون من هذا المقام، وأيضاً الأذان من هذا المقام، و هناك ألحان كثيرة. طبعاً هذه المقامات قليلة الاستخدام الآن في هذه السنوات، قليلة الاستخدام، ولكن استخدمت بكثرة وشكل كبير جداً طوال القرن العشرين مع عمالقة النغم اللي احنا اتكلمنا عنهم من شوية، عبد الحليم أم كلثوم وعبد الوهاب وغيره. مقام الرصد مقام أنساك، ده كلام أنساك يا سلام، أنساك ده كلام أنساك يا سلام، أهو ده اللي مش ممكن أبدا ولا أفكر فيه أبدا، ده مستحيل قلبي يميل، ده مستحيل قلبي يميل، ويحبني أبدا أبدا ده مقام الرصد، مقام بنسميه متسلطن عندنا، يعني في شكل وفي شيء من الإحساس الذي يمس القلب والوجدان.
ده كان تقسيم دي الابعاد بقى عندنا في الموسيقى العربيه، يعني الثلاث ارباع تون اللي هو الثري كوارتر تون ده اللي هو مش موجود في الموسيقى الغربيه. علشان كده لما دخلت الالات الغربيه وبدانا نعزف عليها بعض الالات، تم العزف الربع تون ده او ثلاث ارباع تون ده زي الساكسفون، عملت طفرة في الموسيقى العربية وطورت من شكل الجم من سماع الجملة الموسيقية بقت مختلفة تماما. يعني هذا كان ملخص بسيط لتاريخ الموسيقى العربية، وممكن يعني نستمع إلى بعض الأسئلة أو إذا كان في أي استفسارات، وفي حاجات طبعا أخرى كثيرة، ولكن يعني أخاف أن أنا أكون طولت عليكم. لا ابدا، اهلا وسهلا دكتور، ما شاء الله عرض يعني عرض ممتع واستفدنا منه، ومعانا الطلاب هنا على زوم وعلى يوتيوب ايضا متابعين ما شاء الله. عندنا سؤال من طالب جيكوب، او كما اسمي انا الاسم العربي يعقوب، بيقول هل الموسيقى العربيه القديمه مكتوبه بشكل مختلف عن الموسيقى الغربيه؟ النوتة اعتقد يعني. نعم، التدوين الموسيقي لم يدخل الموسيقى العربية سوى في فترة متأخرة جدا. ويعني احنا في مصر مثلا بدأنا ندون الأعمال التراثية سنة 1967. قبل كده التدوين كان قليل جدا، أعمال سيد درويش اللي توفى سنة 1923 في جزء منها كبير متدون، ولكن في القرن 19 القرن اللي قبل كده القرون اللي قبل القرن 19 لم يكن هناك تدوين للموسيقى العربية. علشان كده الكثير من الأعمال التراثية اندثرت ولم نسمع عنها أي شيء، واللي تبقى منها ما تم تناقله من خلال الأجيال. يعني أنا مثلا بدرس موسيقى العربية شفوية، أنا بدرس في معنى بحفظ الجيل اللي بعدي والجيل اللي بعدي يحفظ الجيل اللي بعدي، وده مشكلة أن الكثير من الأدوار القديمة حرفت، يعني لان كل واحد بيحفظ بشكل النقل بيكونش امين للدرجه يعني. مظبوط. ولكن من سنه 1967 عندما بدا فرقه الموسيقى العربيه عبد الحليم نويره بداوا يدونوا كل التراث من ادوار ومشحات، ومن 67 الى هذه اللحظه نحفظ كما ما هي موجوده الى هذه اللحظه. فالموسيقى العربيه يعني لم يدخلها التطور، او حتى التسجيلات الصوتيه لما دخلت مصر سنه 1904 هناك الكثير من أعمال محمد عثمان قيل إن هو ألف 1000 دور، ولكن لم يتبقى سوى يعني حوالي 10 أدوار. أنت حضرتك قلت 1900 في الستينات دخل التدوين الكتابي أو في مصر بشكل لتدوين التراث، ولكن سيد درويش كان عنده واحد أجنبي بيدون له حاجات كتير. لكن طيب يعني من 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 قبل بقى التدوين هذا الموسيقى ايام الكامل الخلعي، كان هما ازاي هو بيتفاهم مع الفرقه يعني انه بيغنوا بنفس على نفس التون وعلى نفس الريتم يعني؟ كانوا بيظبطوا الالات، الملحن نفس، حتى المفروض ده لفتره طويله ام كلثوم نفسها اللي هي توفت سنه 1977 الفرقه لم تعزف النوته بالنوته الموسيقيه، كان بيقعد الملحن ويحفظ جزء جزء، يعني يقعد ويحفظه، الفرقه تحفظ جزء جزء ويحفظه بالسمع. يعني ام كلثوم هذه الاغاني الطويله كانت تعمل اكثر من 20 30 بروفه لكي يحفظوا اللحن الفرقه مع بعضها، الى ان جاءت في سنه في فتره الخمسينيات جاءت ما تعرف بالفرقه المعروفه جدا الفرقه الماسيه. هذه الفرقه الماسيه كلهم طبعا كان احمد فؤاد حسن و مجموعة من الدارسين في معهد الموسيقى، معهد فؤاد الأول، معهد الموسيقى العربية الآن، يعني درسوا النوتة الموسيقية وبدأوا يعملوا فرقة تدون الأعمال ويقرأوا ويعزفوا من خلال النوتة الموسيقية. ولكن أم كلثوم أيضا لم تضع نوتة موسيقية أمام العازفين، رغم أنها الفرقة الماسية كان منها بعض العازفين بيعزفوا معها زي الحفناوي ولكن طبعا العزف التلقائي الفطري كان هو المسيطر على تلك الفترة في القرن العشرين، وكان التحفيز من خلال التلقين معظم الوقت. ممتاز. So to summarize Dr. Ashraf's answer about the question about the musical or the notation in Arabic music, he said the notation in Arabic music, especially in Egypt, was not introduced until the second half of the 20th century.
Before that, people would just get used to, like, in a team or in a band, people would practice together. There was no written thing. طيب السؤال الآخر اللي بينطلق أو يعني من الإجابة على السؤال الأول. طيب الموسيقى التدوين الحالي في الموسيقى العربية بما إن في أدوار ومقامات مختلفة عن الموسيقى الغربية. هل هناك notations أو رموز مختلفة عن النوتة الموسيقى النوتة العربية؟ لا هو النوتة هي لغة عالمية بتقرأ في كل مكان. تمام. ثابتة وإحنا درسنا النوتة الأساسية اللي هي التي تدرس في الخارج ولكن هناك دلوقتي المدارس جديدة في الكتابات يعني الجيتار أصبحوا بيكتبوا بشكل مختلف برا في الغرب فأصبح هناك مدارس في النوتة الموسيقية مختلفة ولكن في أساسيات اللي هو الخمس خطوط ده النوتة المعروفة على مستوى العالم ولكن موضوع التدوين هو اللي كان أزمة عندنا إن هو ما كانوش بيدونوا إلا زي ما قلت لحضرتك بعد فترة الستينيات وكان الاعتماد إنما دلوقتي حاليا في الوقت الحالي بيدون نوتة موسيقية ولازم يدون لأن التوزيعات الموسيقية الكثيرة دلوقتي في الألحان لابد أن هي تدون لأن احنا دلوقتي نظام التراكات زمان كان نظام التسجيل كان كل الفرقة الموسيقية بتقعد في الاستوديو ومايكات بتتحط قدام الفرقة الموسيقية والمطرب بيقف كأنه حفلة على الهواء ما كانش فيه نظام التراكات إنه كل عازف يدخل يعزف لوحده ويمشي عبد الحليم وأم كلثوم كانوا بيقعدوا يعملوا كأنها حفلة على الهواء لو في عازف غلط غلطة بسيطة المفروض يعيدوا من الأول تاني من أول تاني شكرا دكتور أشرف طيب المجال مفتوح لل for those who are with us now for those who يعني would like to ask questions in English they can write it or can they can say it in English we have a translator here Dr. Waleed thank you he offered to help us with translation you can ask your questions in English تسأل سؤال بالعربي المجال مفتوح وهذه فرصة معنا يعني متخصص أستاذ يعني شرفنا على زوم على الكلية الأمريكية الإسلامية فهذه فرصة للسؤال أي سؤال it doesn't have to be يعني منا اللي هو يعرف موسيقى بس بيسمع بس لكن ما عنده علم بالخلفية العلمية والأساسات والقوانين والقواعد بنستمتع بها استماع يعني استماع وأذن فقط وهذه فرصة نتعرف على الخلفية العلمية لعلم الموسيقى المجال مفتوح لأي سؤال عندنا ما شاء الله عندنا ناس من مصر ومن البحرين ومن أمريكا فيعني هذا شيء جميل المجال مفتوح يا شباب for any questions أي سؤال دكتور وليد عندك سؤال شكرا لحضرتك بروفيسور طلعت وشكرا الشكر موصول لدكتور اشرف ما شاء الله استمتعنا جدا 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 بالعفو والمحاضره الجميله وخصوصا الربط ما بين الموسيقى الفرعونيه وبدايه في الاول وبعد كده التطور العربي حصل فيما بعد يعني بصراحة يعني دكتور أرف غطى نقط كتيرة ولكن السؤال للدكتور أشرف هل دكتور أشرف حضرتك شايف إنه الوضع الحالي للموسيقى العربية يعني هل دخول الآلات الغربية هل ده فعلا تطور من الموسيقى العربية ولا محل الهوية بتاعتها in other words that's my question for Professor Ashraf that do you think that to what extent do you think that the introduction or the addition of the Western instruments and the Western melodies in the Arabic music or to the Arabic music is this kind of intermingling between both them in the current situation in the art music is it kind of you know did it you know preserve Arabic identity for the music or it demolishes it totally and thank you this is my question شكرا دكتور وليد سؤال مهم جدا دكتور وليد هو الموسيقى الآلات الموسيقية
الغربية دخلت الموسيقى العربية زي ما قلت من بدايات القرن العشرين، وكان أكتر حد دخل آلات موسيقية، أكتر شخصية موسيقية كان عبد الوهاب والأصابجي، وهما أدخلوا الموسيقى الغربية بشكل لا يبعدنا عن الهوية بتاعتنا. هما استخدموا التطور الهائل في آلات الأوركسترا بوجود نغمات مختلفة وكثيرة. يعني هما عملوا عائلة الفيولينا، عائلة الوتريات كلها، تبص تلاقي الفيولا والفيولينا والتشيلو والكونترباس، كل ده دخلت الموسيقى العربية، أعطت ثراء للموسيقى العربية. ولو سمعت الحاجات القديمة، التخت الشرقي كانت عبارة عن آلات موسيقية خافتة والاعتماد على صوت المطرب، علشان كده كان التطريب هو الأساس. ولكن عندما دخل عبد الوهاب أدخله فكبر الفرقة الموسيقية وأصبحت آلات الأوركسترا، دخل التوزيع الموسيقي للأغنية العربية، وبدأنا نسمع المقدمات الموسيقية. ما كانش في مقدمات موسيقية مع قبل كده ليه مع أم كلثوم، حتى في العشرينيات والثلاثينيات المقدمات الموسيقية الطويلة ما كانتش موجودة، لأن ما كانش في آلات تؤدي هذا الطول من الزمني للمقطوعات الموسيقية، تعتبر مقطوعة موسيقية، فبالقانون والعود هتبقى مملة جدا. ولكن لما دخلت الآلات الغربية حدثت طبعا تطور وطفرة في الجمل الموسيقية اللحنية القديمة. حتى عمل سيد درويش اللي كان بيغنيها بالعود بالتخت الشرقي، لما عملناها بتوزيع جديد أصبحت بشكل مختلف. احنا دلوقتي المشكلة ليست في إدخال آلات غربية، ولكن المشكلة في كيفية الاستخدام. نحن الآن الموسيقيون يستخدمون الآلات الغربية بشكل غربي وليس بشكل شرقي، بمعنى أن يبعد تماما عن المقامات الشرقية، الرصد والبياتي اللي احنا قلنا عليه ثلاثة أرباع اللي فيه ثلاثة أرباع تون، وبيقلد النغمات الغربية، فبعد فده هو اللي يعني هبط بالمستوى الموسيقي العربي، وده موجود على مستوى العالم العربي وليس في مصر فقط. ان كل معظم الموزعين ومعظم الملحنين بيقلدوا الموسيقى الاخرى، ورغم ان هو عنده موسيقاه الغنيه، ولكن كان ممكن يستفيد من التكنولوجيا الحديثه من الات موسيقيه جديده. يعني مثلا عبد الحليم مثلا ومحمد الموجي ادخل اله اسمها الهوايين هنديه علشان يعبر عن شكل معين، بس عمل جمله موسيقيه تتناسب مع يعني الاغنيه اللي هو محتاجها او اللي هو محتاج هذا اللون، ولكن لم يقلد النغمات الغربيه. نحن حتى في الموسيقى العربيه لما سمعتكم محمود الحفني من شويه ناوي هو بيعزف كمان، كان بيعزفها بشكل شرقي مختلف عن الموسيقى الغربيه. احنا لسنا في صدام ما بين الموسيقى العربيه والموسيقى او مقارنه، لا، احنا بنقول ان كل يعني دوله وكل بلد لها موسيقاها الخاصه بها. من الممكن أن تستفيد بالتكنولوجيا الحديثة من هندسة صوت من آلات موسيقية، ولكن بشكل لا يبعد عن هويتك الموسيقية. يعني الصنباط استخدم الكمانجات بشكل رائع جدا، لما نسمع أي أغنية للصنباط نحس بالوقار والهيبة وقيمة الموسيقى العربية، وده من خلال آلات أوركسترالية غربية، ولكن الجملة اللحنية هي اللي بتفرق. فإحنا بنقول دلوقتي كيفية الاستخدام، إحنا نستعين بالآلات الموسيقية الغربية أوكي، ولكن كيفية استخدام وتطويع هذه الآلات هي دي المشكلة. شكرا دكتور أشرف. هل هناك أي سؤال من الحضور؟ أنا عندي سؤال أخير لكن إن شاء أزعله آخر سؤال. طيب دكتور أشرف، يعني حضرتك تكلمت عن التأثير التأثر الموسيقى العربية بالموسيقى الغربية إلى حد ما عن طريق الآلات وتعديلها لموائمة الظروف المحلية. طيب هل هناك في أي مرحلة تاريخية كان هناك تأثير من الموسيقى العربية على الموسيقى الغربية، سواء من بدايتها أو التواجد في الأندلس أو في أسبانيا أو فيما بعد؟ هل هناك أي تأثير ما من الموسيقى العربية على الموسيقى الغربية؟ نعم، يعني في بعض الجمل الموسيقية أخذوها بعض المؤلفين الموسيقيين العالميين، يعني برا في ألمانيا اتخذت موسيقى قراءة الفنجان، دي جملة كان عاملها محمد الموجي في أغنية عبد الحليم سنة حوالي 75، والجملة دي اتعملت في ألمانيا، ومحمد الموجي نفسه الفنان الكبير رفع قضية وكسب القضية
وكسب القضية لأن كانت جملة كانت يعني مؤثرة وكانت جميلة. هم عملوها طبعا بأسلوب غربي ولكن الجملة واضحة تماما ككتابة نوتة موسيقية إن هي يعني تمت الاستعانة بها يعني. فأتأثرت ولكن التأثير الغربي أكثر من التأثير الشرقي لسبب. التأثير الموسيقى العالمية طبعا الموسيقى العالمية الميزة فيها إنهم طوروا الآلات عملية صناعة الآلات يا دكتور هي كانت أساسية اللي هو احنا ما عندناش عملية هذه الصناعة يعني مثلا هذا العود لم يتطور منذ أن جاء إلى يعني منذ مش عايز أقول آلاف السنين اللي تطور فيه إن مثلا هذا الوتر اللي هو من البلاستيك والحرير كان فقط بيتعمل من أمعاء الحيوانات لأن ما كانش فيه الصناعات دي. والخشب ده طبعا كان يعني مختلف دلوقتي بقى يعملوه بلاستيك وحاجات صناعية. إنما نعم إنما ما عملناش مثلا عود مثلا أما عملوا إيه بقى الكمانجة اتعمل منها أكبر شوية الفيولا فتطلع صوت أغلص. عملوا التشيلو صوت أعرض. عمل الكونترباس صوت أعرض وأعرض. فعمل نغمات موسيقية سلالم كثيرة جدا 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 فأصبح عندك تنوع. آلات النفخ متنوعة، آلات الإيقاع متنوعة، آلات الوتريات كلها متنوعة. أنت ما عندكش عملية إحنا نقصنا عملية تطوير الآلات الموسيقية علشان نطور الأصوات ونسمع أصوات جديدة من هذه الآلات. فالطفرة اللي حصلت إن هذه الآلات الموسيقية الغربية لما تطورت بهذا الشكل إحنا استفدنا في الموسيقى العربية من هذا التطور. ولكن لم نطور القانون ولم نطور الناي ولم نطور العود. نعم. السؤال جاء الآن كم من الوقت كانت تأخذ الأغنية الواحدة من مثلا أم كلثوم من التأليف لحين خروجها للجمهور في الخمسينات يعني من أول ما يبدأوا فيها؟ من الثلاثينيات أم كلثوم من 28 أو يعني نعم. الأغاني أولا هي بتختلف من ملحن لآخر والصنباطي عمل أغنية اسمها أطلال. هذه الأغنية من أشهر أغاني القرن العشرين عموماً. إذا التلحين ممكن الملحن يلحن وفقاً للإلهام. الموسيقى العربية معتمدة على الإحساس والإلهام. ممكن يلحن في أغاني اتعملت في نص ساعة، في أغاني خدت ثلاث سنين، في أغاني خدت سنة. كل واحد وإبداعاته في اللحن. الصنباطي لما عمل لحن الأطلال أم كلثوم اختلفت مع الصنباطي في القفلة الموسيقية. فإن الحظ شاء إن الحظ شاء هي مش عايزة القفلة المسرحية دي، هي عايزة تقفل عادي جدا. الصنباطي لم يوافق والأغنية فضلت عند الصنباطي أربع سنوات لم تغنها أم كلثوم إلا أنها أحد الناس صلحهم ببعضهم يعني تم الصلح وغنت الأغنية. لما طلعت على المسرح وبقت تعيد هذا الكوبليه الأخير الجمهور يسقف ويعيد تاني لو جزء يا حبيبي ترارا كل شيء بقضاء ترارا تعيد تفضل تعيد في هذا الكوبليه. نجح نجاح كبير جدا وراحت اتأسفت له وقتها وقال لها ان انا افهم صوتك اكثر من انك تفهم صوتك. وطبعا في حواديت كتيرة جدا بالنسبة للبروفات هي اللي كانت بتاخد وقت علشان ما كانش في عزف نوتة موسيقية. دلوقتي الفرقة الموسيقية بيتحط مفيش عازف بيقابل بيشوف عازف اصلا بيدخل الاستوديو النوتة بتتحط قدامه بيعزف يدخل العود يعزف في يوم تاني يدخل بعديه يركب تراكات الصوت تتركب على بعضها ما بيشوفوش بعض. كان زمان لو عبد الحليم في اغنية جبار مثلا دي اغنية طويلة جدا فيها اوركسترا وفيها توزيع اندريا رايدر اللي موزعها الفرقة فضلت تعيد 12 مرة علشان في حد بيغلط. لو غلط في نغمة واحدة شخص واحد من الستين واحد اللي قاعدين بيعزفوا لو غلط يعيد الأغنية من الأول كلها حتى لو في آخر الأغنية. فكانت عملية صعبة جدا فكانوا بيبذلوا مجهود. عبد الحليم عامل أكتر من 30 بروفة على قراءة الفنجان 30 بروفة علشان يحفظوا وكله يبقى مع بعضه مفيش أي غلط مفيش أي شيء. علشان كده كانوا بيسموه عندنا بيشربوا اللحن. أم كلثوم كانت تقول لهم ترفض النوتة الموسيقية هي واخدة على القرن 19 والغناء القديم يحفظوا اللحن فيعزف بإحساسه مش بالنوتة الموسيقية ويقرأ بدون إحساس ما يركز في الإحساس لا يركز في الجملة الموسيقية ويقدمها بشكل أكثر إحساس. يعني يبدو أن حتى يعني الـ الأصالة
كانت في الغناء وكانت في الأكل وكانت في الصناعة وكانت في كل شيء. احنا عندنا الموسيقى العربية هي موسيقى بتعتمد على الإحساس. بمعنى ان انا كل ملحن بيحس المقام اللي هو عاوزه بأبعاده. يعني مثلا تلاقي اللحن نفس المقام عند الصباطي عند الأصبي عند كل مختلف عن التاني. في الموسيقى الغربية مفيش الكلام ده. الموسيقى الغربية تعتمد على العلم، يعني ضبط الزبزبات لكل نغمة مظبوط تمام. يعني مثلا لو سمعت جزء بسيط مثلا نفس المقام عند مثلا ده مقام اسمه مقام الحجاز. مقام الحجاز تبص تلاقي مثلا محمد فوزي استخدمه بشكل في مرح وفي يعني فرحة. يعني مثلا حبيبي وعنايا لو في وسط بيا حبيبي وعنايا لو في وسط بيا في شجن بس في فرحه وبهجه عشان الايقاع بتاع النص ده. مثلا مريخ حمدي بيستخدمه بابعاد ثانيه مثلا بشكل ثاني. يا عيني على الولد الولد ابو قلبي الطيب صباح خير الولد ضاع منه قلبه الابيض وسط ولاد البلد. الولد ابو قلبي الطيب صباح خير الولد ضاع منه قلبه الابيض وسط ولاد البلد. يا عيني يا الولد دي بتبقى بنقولها بيبقى الفرق تبقى الكومة بسيطة جدا. يعني ممكن حرف من الحروف يزود السنة أو يقلل السنة بجد. هذا التنوع ما بين إحساس كل فنان بالمقام زي ما هو إحساسه هو حسه. علشان كده الموسيقى العربية والإبداع في الموسيقى العربية لا يعتمد على القواعد والنظريات. بمعنى التأليف الموسيقي يعتمد على القواعد والنظريات لأن في بارتاتورة بتنكتب خطوط لحنية فلازم يكون بيعرف يقرأ النوتة والتوزيع الموسيقي وحاجات زي كده. إنما التلحين في الموسيقى العربية بيعتمد على الإحساس والفطرة والمخزون الثقافي لدى الملحن من اللي سمعه قديم. يعني مثلا محمد الموجي كان يستمع إلى الموشحات الأدوار القديمة، حفظ كل أعمال عبد الوهاب وأعمال الصنباطي. دي ثقافة، دي دراسة. يعني ده كل طبعا الموسيقى مخزون بيسمع كل ده دراسة بغض النظر بيعرف مقامات أو لا يعرف مقامات أو قواعد أو نوتة ملوش علاقة. الألحان والتلحين بيعتمد على المخزون اللي جواه. محمد الموجي جه في السبعينيات عمل موشح قديم من القرن 19 يعني بس بشكل حديث اللي هو يا مالك قلبي يا آثر الحب النهر ظمآن لثغرك العذب ونجح نجاح كبير جدا. ده اسلوب كانت ما كانش موجود اصلا في السبعينيات. من القرن 19 عمله بشكل جديد. لو ما كانش محمد الموجي عنده هذا المخزون السمعي للموسيقى القديمه ما كانش عمل كل هذا الابداع. فالموسيقى العربيه والتلحين بالاخص يعتمد على الثقافه الموسيقى السمع سمع كتير الفنان يتاثر يختزن جواه الكثير من النغمات والمقامات. انما الموسيقى الغربيه موسيقى فيها تنوع وإبهار بالنسبة للآلات الموسيقية. فلازم المؤلف الموسيقي لازم يكون دارس وكذلك التوزيع الموسيقي. يعني أندريا رايدر علي إسماعيل لما وزعوا الأعمال الغنائية في الموسيقى العربية أضافوا إليها لأن كان بيقولوا طبعا نوتة كويس جدا علي إسماعيل وزع حاجات كثيرة قوي. يعني حبيبها لعبد الحليم
حليم وحاجات كتير لعبد الحليم، فأضافوا طبعا الموسيقى العربية عندما يلتقي العلم مع الإبداع والفطرة والموهبة. الله 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 والله، يعني الحديث ذو شجون وممتد، وممكن يعني أعتقد إحنا ممكن نظل ساعات مع هذا الشرح الوافي الممتع السهل الممتنع، يعني ما مش كل حد يقدر يقدم هذه المعلومات يعني بطريقة يعني العوام مثلنا في الثقافة الموسيقية يقدروا يفهموها وبسرعة، وأيضا يستمتعون بالوقت مع حضرتك دكتور أشرف. يعني استمتعت جدا. نعم، كل الناس على الشات، والله الناس بتشكر حضرتك هنا، وأنا بالأصل عن نفسي وبالنيابة عن كل الحضور والطلاب والكلية الأمريكية الإسلامية بأتقدم بخالص الشكر والامتنان لتفضل حضرتك بتشرفنا بهذه المحاضرة الشيقة التي إن شاء الله نتطلع إنها، والله أنا يعني كنت بفكر الأسبوع الماضي إن أنا أقدم للكلية ان احنا نعمل كورس، فان شاء الله يعني ممكن نقدمه ككورس يعني السمستر بحاله، وان شاء الله على تواصل، ويعني ان شاء الله فرصه سعيده، وسعدنا جدا جدا بك دكتور. انا اسعد دكتور يعني، تحيات الكل اللي موجودين وهذه الجامعه الجميله العريقه، وشكرا دكتور طلعت. شكرا. Thank you for everyone who attended with us today. I sincerely thank Dr. Ashraf for honoring and being with us today and giving this educational and informative lecture about Arabic music and his wonderful solo performance on the oud. And inshallah, we'll see him again and again and again in the future, in the next Arabic Islam. I mean, the American Islamic College is planning to have a series of events about music, about calligraphy, about all Arabic related lectures and events. Inshallah, stay tuned on our website. You will see all the events that's coming, inshallah. Thank you so much. Jazakumullah khair. Thank you. Shukran lakum wa arakum fi hadath jadid ma'al kulliyya al-amerikiyya al-islami. Ma'as-salama. Ma'as-salama.